للمزيد من المعلومات حول الدورة السابعة لقمة هامبورغ التي تعقد في ألمانيا بين يومي 23 و24 من الشهر الجاري، ينضم إلينا في الأستوديو اليوم الأستاذ شيلين، الخبير الخاص بقناة سي سي تي في العربية. أستاذ شيلين، هل من الممكن أن تطلعنا على تفاصيل الدورة الحالية وهي الدورة السابعة من قمة هامبورغ وأولوياتها؟ نعم، افتتحت دورة السابعة لقمة هامبورغ لمنتدى صيني أوروبي أمس في مقر غرفة التجارة هامبورغ بألمانيا، وستستمر ليومين. سيناقش الضيوف الحاضرون مواضيع ساخنة بما فيها مبادرة حزام والطريق وتعديل أو تحويل هيكل اقتصادي في الصين وتدويل عملة الصينية الرمينبي والالتحام بين استراتيجيين صناعة مصنوعة في الصين 2025 وصناعة 4.0 في ألمانيا وتعاون الاستثماري بين الصين وأوروبا إضافة إلى اقتصاد الأخضر وابتكار. قد وصلت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يانتونغ إلى ألمانيا وستلقي كلمة رئيسية في مأدبة الغداء عند اختتام القمة، وستلتقي مع قادة الأوروبيين والألمان. كذلك ستحضر ليو يانتونغ مع قادة الألمان حفل اختتام لسنة تبادل الشباب بين الصين وألمانيا ومنتدى التعليم العالي وابتكار تكنولوجي بين الصين وألمانيا وغيرهما من النشاطات لتوثيق تعاون بين دولتين في مجالات التعليم والتكنولوجيا وكرة القدم. تفيد وسائل الإعلام الألمانية إن قمة هامبورغ لها اسم آخر، هو الصين تلتقي بأوروبا China meets Europe، وهي تهدف إلى إنشاء منصة حوار مفتوحة بين الصين وأوروبا. وفي كلمة ألقاها في حفل افتتاح أكد مستشار ألماني السابق جيهارد شرودر على أهمية علاقة ألمانية الصينية، حيث قال إن الصين وألمانيا أنشأت علاقة شراكة ناجحة سويا في 4 عقود الماضية، مضيفا أنه على الرغم من اختلاف النظام السياسي والاقتصادي في الدولتين، لكن التعاون وعدم مواجهة هو اتجاه تنمية العلاقة بين دولتين. وفي العالم الحالي لا توجد أي دولة تتمكن من مواجهة جميع التحديات وحدها. كذلك دعا ألمانيا إلى إقامة علاقة الشراكة الاستراتيجية مع الصين في كافة المجالات على مستويات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. جدير بذكر أن شرودر سيصبح رئيس الشرف لقمة هامبورغ منذ العام الحالي. كذلك حصل على جائزة الصداقة الصينية أوروبية ذلك اليوم لتقدير إسهاماتها لصيانة العلاقة الودية مع الصين. وألقى رئيس وزراء الأسترالي السابق كيفين رود كلمة في حفل افتتاح حلل فيها تغيرات الأوضاع الدولية بعد انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، ويرى أن كل من الصين وأوروبا يواجه تعديل استراتيجي، ومن المتوقع أن توثق الصين وألمانيا تعاونهما. كذلك يتبنى كيفين رود بموقف متفائل حيال آفاق الاتحام بين استراتيجيين هما صناعة 4.0 في ألمانيا ومصنوعة في الصين 2025، حيث يرى أن التعاون بين دولتين قويتين في التصنيع يفيد لهما ويفيد للعالم على حد سواء. ومن الملاحظ أن عديد من الكلمات المطروحة في حفل افتتاحها أكدت على تشابك الوثيق بين تنمية الصين وتنمية أوروبا. وفي هذا الصدد قال رئيس غرفة التجارة هامبورغ فريس هورست ميوس هيمر إن مشكلة الصين مشكلتنا والعكس صحيح، كما يرى أن أكبر تحدي يواجه علاقة أوروبية صينية هو أن على الصين معالجة المشاكل في أثناء تحول الهيكل الاقتصادي فيها لتحقيق تنمية الصحية والمستدامة، بينما على عديد من الدول الأوروبية تغيير اتجاه تنمية اقتصادية ضعيفة فيها. هذا هي أهم موجز الأحوال
دورة سابعة لقمة هامبورغ لمنتدى سيمي. شكرا جزيلا أستاذ شيلين، الخبير الخاص بقناة سي سي تي في العربية، على هذه التوضيحات بخصوص قمة هامبورغ.